أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك طلعت حافظ بخصوص ما تم تداوله مؤخرا عن ثغرة في تطبيق المحفظة الرقمية وولت في نظام iOS المشغل لأجهزة أبل. أوضح بأن التطبيق الذي يتيح خدمة الدفع من خلال أبل باي يعمل بشكل آمن، مشيرا كذلك إلى أنه لا يتم تخزين أي البيانات أو أي من البيانات الخاصة بالبطاقات المضافة أو حفظها داخل الجهاز كرقم البطاقة واسم حاملها وتاريخ الانتهاء. لتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف من الرياض المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ. أستاذة طلعت أهلا بك معنا، يعني تقول بأن التطبيق وولت آمن كما تقول، أليس كذلك؟ اولا احييك والسادة المشاهدين وكل عام انتم بخير، رمضان كريم. طبعا اولا حقيقة تأسف البنوك السعودية لبعض حقيقة الشائعات التي من هنا وهناك والتي حقيقة تربك الرأي العام ولا تعطي معلومات دقيقة. نعم البنوك السعودية اكدت بان تطبيق ابل حقيقة ما يعرف به زي ما حضرتك تفضلت بالمحفظة الرقمية آمن بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والذي كما هو معروف ما يعني ما يشغل هذا التطبيق هو ما يعرف بنظام الاي او اس. وطبعا كما حضرتك تفضلت انه يعني حتى الدخول لهذا التطبيق يتطلب حية توثيق للهوية سواء من خلال ما يمتلكه الجوالات الذكية او ما تمتلكه حقيقة من يعني مؤشرات منها حيوية ما يعرف بالبايومتريك كمثلا بصمة الأصبع أو مثلا الوجه وخلافه. وأيضا كما تفضل تقريركم الموقر بأن هذه المعلومات لا تخزن في هذا التطبيق وإنما تخزن حقيقة في خوادم مركزية مؤمنة كامل، حتى يعني لا سمح الله في حال ضياع الجوال أو سرقته أو شيء من هالقبيل لا يمكن أنك أن تتحمل ما بهذه المحفظة وتنقلها من جوال إلى آخر. فالمأمونية عالية جدا ومستواها جدا عالي، ولكن نأسف حقيقة في واقع الأمر لهذه الشائعات التي كما قلت تعمل إرباك في واقع الأمر، وبالفعل قد انعكست بعض الشيء سلبا على من كانوا يستخدمون هذا التطبيق حقيقة في الغائب، ولكن سرعان ما عادت الطمأنينة إليهم، سيما أن الربع الأول فقط شهد تعاملات تزيد عن 7 مليار ريال بحجم تعاملات أو عدد تعاملات تفوق 80 مليون عملية. الله يكبر. من صدق الشائعات ماذا تقول لهم؟ والله يا أخي مفروض أنه ما تصدق الشائعات، يعني حتى أنه بعض الشائعات للأسف يعني حتى ما تستصاد، ما هي طبيعية في واقع الأمر. أنا أتوسع حقيقة الذهاب إلى مصادر الخبر الحقيقية، واليوم المملكة العربية السعودية فيها كثير من المصادر، يعني مثلا البنوك هناك مرجعية لها مؤسسة المصدر العربي السعودي، نحن جاهزين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية. فيما يتعلق بالأخبار الإعلامية هناك عندنا هيئة إذاعة وتلفزيون، عندنا وزارة إعلام، عندنا وزارة الطاقة، يعني عندنا وكالة الأنباء السعودية واس. فما أدري ليش الناس حقيقة يذهبوا إلى هنا وهناك وتعبوا نفسهم وكلفوا على حالهم وتعمل إرباك للرأي العام، والتعارف الشائعة للأسف كرة ثلج تكبر شيئا فشيئا وتبدأ تعمل إرباك. فأنا أتمنى عليهم أن يمتنعوا عن هذا الشيء الشائعات، وامتنع أيضا وهذا اللي يشجع حقيقة على انتشارها هو الاستماع لها. الله يحفظك. طيب بشكل سريع، يعني خدمة مدى بي مع الجائحة تم رفع السقف السحب إلى 300 ريال، كيف قيمتم العمل بها وكيف سيكون كذلك شكلها مستقبلا؟ الناس ستبقى على ما هي عليه أم ستزيد ستنقص؟ والله يحفظك. طبعا في ظل الجائحة وأنت عارف منع التجوال إلى قريب يعني 24 ساعة، عززت مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية التعاملات الإلكترونية، والتي من بينها خدمة أثيرة وما يعرف بالاتصال قريب المدى كونتاكتلس، وكانت حقيقة قبل هذه الجائحة إلى حد ما أقل من 100 ريال لا تحتاج رقم سري، وحتى إلى أن تصل إلى 300 ريال في فترة من الوقت. لكن المؤسسة طبعا عشان تشجع عملية التعاملات الإلكترونية وتخفف على الناس عناء الذهاب إلى الفروع ومراكز التحويل رفعت هذا الحد مؤقتا إلى 300 ريال. ما يزيد عن 300 ريال يحتاج إلى رقم سري. هل سيستمر؟ لا يستمر، صعب الآن، ولكن سيتم
تقييم المرحلة في وقت الله يسلمك. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من الرياض المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ.